وحدة اسمها نورة نفسية؟ لا بالعكس، مرحة اجتماعية وسعة صدر، ما تزعل، وإذا زعلت ترضى بسرعة. عطها يوم، يوم واحد بس اللي هي راضية، إنسانة قلبها أبيض. أنت حللتي أسماء كثير، بس اسم نورة بالذات جاب الأعلى مشاهدة. كم وصل؟ 3 مليون مشاهدة. 3 مليون أتوقع، وقرب 4 مليون. 4 مليون أتوقع. إيه، وش السر؟ نورة. نورة نص المملكة اسمهم نورة؟ طبعا، ماما نورة وإختي نورة وخالتي نورة وعمتي نورة. اسم فخم. صحيح. يعني أنت مجرد ما تسمع نورة تتخيل كذا ريحة العود والعنبر. الله. في أحد يقول لك إنه اسم قديم؟ حتى لو قالوا قديم مش زينة. حلو القديم، بس لها رزانته. طب الصفات هذه موجودة فيك يا نورة؟ يعني والله يعني أنا تكلمت عن نفسي، اكتشفت أن 3-4 البنات كلهم كذا، ما أدري ليه. طب يعني التحليل اللي تجيبينه لباقي الأسماء، لأنه أنت تحللين كمان أسماء ثانية، من وين تجيبين الصفات هذه؟ والله اجتهاد شخصي؟ على حسب الشخصيات اللي حولي. ايه تمام. وبنفس الوقت يعني في شخصيات أنا أواجهها في حياتي، أتكلم عن شخصية البنت، أكتشف إنه في ناس كثير نفس الشخصية، والناس حابين الفكرة. يعني ماني قاعدة هم يستخدمون المقطع. أي؟ يعني الاسم نورة حتاخذ المقطع هذا وتنشره في كل مكان، إنه أيوة هذه الصفات موجودة فيني. هذا هو، الناس تحب تحكي عن اسمها. يعني أنت لما تسمع أغنية فيها اسمك حتحب الأغنية. في اسمي ذاكرين، حتى لو أغنية عادية. يا حظ من قلب خالد مثلا. أي مثلا، يعني يا حظ من قلب خالد، هذه مو باسم خالد طلع في النهاية. أثر أني مسالفة فيها. طلع أن قلب خالد. صحيح. يعني ناشب قصدهم بلغتنا. الخلود طبعا، بس ترى هي الكلمة الأصلية عاشق. بس هي تغيرت فعلا عشان خالد المظفر. بس عموما يعني أنت تنتقين الأسماء المنتشرة؟ أختار الأسامي، أختار الأسامي القريبة والمنتشرة واللي كثير مروا علي، مثلا من صحباتي يتكلم عنهم مثلا. يعني على حسب، مرة كذا مرة كذا.